مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، السلام عليكم أينما كنتم من استوديوهات قناة الزيتونة، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الزيتونة اليوم على إيقاع رائحة السلاح الكيميائي وكذلك ضربات أمريكية في سوريا في مطار الشعيرات بمدينة حمص. بعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع قرار يدين الهجوم الكيميائي على خان يونس بمدينة إدلب، والذي أودى بحياة 86 شخصا من بينهم 30 طفلا، أطلقت مدمرتان أمريكيتان من شرق البحر المتوسط 59 صاروخا من نوع توماهوك على مطار الشعيرات بريف حمص الشمالي. وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن القصف كان ردا على هجوم بالغاز السارين على مدينة خان شيخون بمدينة إدلب. اليوم إذن مشاهدينا الكرام نناقش في حلقة اليوم التطورات في الملف السوري وما بعد القصف الأمريكي لمطار الشعيرات بمدينة حمص. سعيد جدا في هذه الحلقة أن يكون معي على يميني الأستاذ محمد البصيري العكرمي القيادي في حزب البعث المكون من مكونات الجبهة الشعبية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. شكرا مرحبا. نذكر السادة المشاهدين بأن سي محمد البصيري الذي أسعد اليوم باستقباله هو ابن المناضل الكبير الكبير جدا المناضل الشيخ العربي العكرمي من مدينة قفصة، والذي غيبه الإعلام وغيبته التناطحات والتناطح الإعلامي للأسف الشديد. إن شاء الله يكون لنا وقت لنعرف جدا بمسيرة هذا الرجل. مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا، شكرا شكرا على الاستضافة. سعيد جدا كذلك باستقبال زميلي، أهلا وسهلا بك زياد الهاني. مرحبا بك. مرحبا، أهلا وسهلا بك. الأستاذ سيف الدين المخلوف المحامي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. إذن حول سوريا نناقش اليوم الوضع وما بعد الضربة الأمريكية. تقرير للزميل مختار غميض، نشاهد التقرير ثم نناقش المزيد. استيقظت سوريا صباح اليوم على عملية عسكرية أمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات ومحطات تزود الوقود ومدرجات المطار، في رد أمريكي على قصف نظام الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيميائية. وعقب العملية الأمريكية أعلن عدد من الدول تأييدهم لهجمة ترامب. الائتلاف الوطني السوري المعارض رحب بالضربة داعيا إلى استمرارها لوقف هجمة النظام السوري واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا. من جهتها أعلنت السعودية تأييدها الكامل للعمليات العسكرية، وكانت أول دولة عربية تدعم هذه الخطوة. الحكومة البريطانية أبدت دعمها التام للضربة الجوية، مشيرة إلى أنها رد مناسب على الهجوم الكيميائي الوحشي في إدلب. فرنسا، وعلى لسان وزير خارجيتها الذي لفت إلى أن مستقبل سوريا لن يكون مع الأسد، معتبرا أن الأمريكيين بدأوا بتوضيح موقفهم من الأزمة السورية، مضيفا أن الولايات المتحدة أبلغت بلاده مسبقا بالضربة الصاروخية، كما أيدت الضربة كل من البحرين وتركيا وبولندا واستراليا، بينما بقيت إيران وروسيا لوحدهما على موقفهما المعلن والمساند للأسد. وقالت موسكو إنها ستعزز الدفاع الجوي للجيش السوري. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. من فيليكسي محمد البصيري، ضربة أمريكية بعد ضربة الكيميائية على شك خان شيخون، كيفاش تقرأها اليوم هذا التدخل الأمريكي في الأراضي السورية بعد فشل مجلس الأمن كما قلت في المقدمة في الاتفاق على مشروع يدين عملية الكيميائية؟ نعم، شكرا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة. احنا بالتأكيد لا نستغرب أي موقف وأي قرار يصدر من الإدارة الأمريكية في الساحة العربية. هذا العدوان الذي سجل اليوم في على أرض سوريا العربية ليس عدوانا جديدا، ولن يكون العدوان الأخير. احنا كل المصائب وكل المشاكل التي تمر بها الأمة العربية، بداية من غزو العراق عام 2003، وبداية من بداية معناها التحرش بالعراق من عام 90 بحصار لمدة 15 سنة، ثم معناها الهجمة الكبيرة في 2003 وغزو العراق وتحويل العراق معناها اليوم إلى بؤرة، معناها لكل معناها القوى الدولية وكل القوى اليوم اللي ضد الأمة. اليوم الضربة الأمريكية اليوم لا تخرج عن هذا السياق،
وأن هي لا يمكن أن تكون أنه رد على فمة السلاح الكيميائي اللي استعمله بشار الأسد. ونحن نعرف أنه بشار الأسد باعتقادي أنه فمة أخذ منه كل أنواع الأسلحة الكيميائية وليس له أي أسلحة كيميائية اليوم. وإنما الأسلحة الكيميائية ربما في جهات أخرى، والجهات اللي هي يمكن ربما اليوم تحت إشراف أو تحت إدارة الإدارة الأمريكية نفسها، على العصابات اليوم التي تتقاتل في سوريا كل أنواع الأسلحة تملح كل الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية. يعني من يقول أن النظام السوري اليوم هو الذي ضرب فمتي بالكيميائي فمتي أبناء سوريا؟ التشكيلات الأخرى المسلحة يعني هي لا تمتلك طائرات في بالها كان ولا؟ لا تمتلك طائرات أمريكية، أما الأسلحة الكيميائية اللي ضربت في الفترة الأخيرة فهمتني السوريين هي من يقول أن ليست من العصابات التي تتقاتل اليوم في سوريا، ولا هذه العصابات التي أمريكا تعرف بكل التفاصيل الدقيقة على كل أنواع الأسلحة اللي عندها، وكل بل بالعكس الأسلحة ربما هي ممولة من الطرف الأمريكي. إذا الضربة اليوم ليست معناها ليست هي فهمتني حماية للشعب السوري من الضربة من ضربة نظام بشار الأسد فهمتني لشعبه بالكيميائي، وإنما هي فهمتني ضربة لشعب سوريا بالكيميائي وتحطيم يعني 59 طمة صاروخ طمة هوك. نعم يعني نعم. وكأننا في معناها في حرب اليوم فهمتني معناها كبيرة جدا، في حين أنه أنت إذا حتى إذا بشتقصف فهمتني معناها مكان فهمتني للسلاح أو للجنود لا يقصف بهذه القوة فهمتني بأنواع الصاروخ. هذا عن الضربة الأمريكية. نعم ثم السؤال المطروح اليوم أنا باعتقادي أن روسيا هي الحامية الأولى اليوم لنظام بشار. أين هي الدفاعات الروسية اليوم؟ كيف يمكن أن يسقط 59 صاروخ؟ كيف تقرأ أنت هذا التناقض بين قدرات الأس 300 المحطة؟ ليس هناك أي تناقض في الحقيقة. نعم. ليس هناك أي تناقض. لأنه نعتقد أنه حتى الروس أن حتى الروس هم على علم بهذه الضربة، والإنجليز قالوا أنه إحنا على علم بهذه الضربة قبل أن تحصل. وبالتالي أعتقد أن الأمريكان قبل أن يقوموا بهذه الضربة تشاوروا مع أصدقائهم بما فيها أعتقد فهمتني حتى روسيا، يعني روسيا اليوم طرف فاعل في سوريا ولا يمكن أن القيام بأي شيء في ظل غياب فهمتني معناها بدون علم الطرف السوري الطرف الروسي. نعم. الروسي تقصد. نعم زياد شو رأيك؟ شوف أنا باش المدخل المنهجي أنا الأغلب التوانسة يعرفوني كصحفي محلل في قناة نسمة، يجي يتفرجوا فيه في الليل في برنامج ناس نسمة، لكن ما يعرفوش أنه العمل الأساسي ذاك نشاط ثانوي بالنسبة لعمل ثانوي، لكن العمل الأساسي بتاعي أنا رئيس التحرير الأول في جريدة الصحافة اليوم اللي تصدر عن مؤسسة لابريس، وأنا متخصص في الشؤون الدولية، دونك هذه خدمتي هي الأساسية، وبالتالي خوضي في مثل هذه المواضيع هو خوض الخبير المختص بعيدا عن كل تمترسات سياسيه ولا ايديولوجيه ولا غيره، ومن صميم تخصصك يعني بالضبط. من صميم تخصصك يعني. وخدمتي انه ليس فقط متابع الاخبار عن طريق وكالات الانباء وعن طريق المراكز البحثيه المتخصصه بما فيها المراكز الامريكيه والاسرائيليه والروسيه وغيره، وانما انه صياغه الاخبار واعطاء فهمتي خبر اللي تفتقده في وسائل الوكالات الاتصال الوكالات الانباء الأخرى. الدوليه اللي راهو خلافا لما نحمله عنها من صورة الحيادية والاستقلالية، هي فني عندها فني أجندات تخدم فيها متاع مصالح الدول متاعها والجهات اللي تنتمي لها. نعم. هاد نرجع الساعة شنو اللي صار. اللي صار هو أنه ثم وقع اتهام للنظام فني السوري أنه الطائرات متاعه فني قصفت بالسلاح الكيميائي منطقة خان شيخون اللي هي في محافظة إدلب في شمال السوري، مما أسفر فني على مقتل فني عدد كبير من المدنيين. وقت اللي نجي ونثبتوا شنو اللي صار، اللي صار هو أنه الطائرات السورية قصفت خان شيخون، نعم، لكن هل قصفت خان شيخون بسلاح كيميائي؟ الجواب هو كلا. أولا كما قال البصيري فهمتي طوى، لأنه فهمتي سوريا عندها سنوات من اللي وقع تجريد وبشكل كامل ولعلي أضيف ومهين من كل الأسلحة الكيميائية في المكان بتاعها، ما خلوا لها حتى حبة متاع خرب. وأنت تصدق أنه ما عادش أنا جاي الحاجة فهمتني الثانية هو أن اللي وقع فهمتني ضرب ما هيش الطائرات التي قصفت بأسلحة فهمتني كيميائية، وإنما وقع ضرب مخازن كانت تحتوي على مواد كيميائية، والمواد الكيميائية دي كانت تحت سيطرة وتحت تملك جبهة النصرة اللي هي مصنفة كتنظيم إرهابي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية
بدا يتوضح فهمتني توا، وهذا حسب التصريح نتاع وزير الخارجيه الروسي فهمتني لافروف، انه العمليه الضربه كان معدا لها، عمليه الضربه العسكريه بالطوماهاوك هذه كان معدا لها قبل حتى عمليه فهمتني ادلب. واكثر فهمتني من هذايا بدات طوى العباد فهمتني تفيق في الفارق فهمتني في التوقيت، انه الضربه الجويه اللي قام بها الطيران فهمتني السوري سبقت او كانت لاحقه للعمليه نتاع التفجير. السؤال اللي نتساءله انا كما يتسالوه العديد فهمتني من الناس، هذا النظام السوري في احلك الفترات نتاع الانحسار نتاعه والضغوطات اللي كانت موجهه ليه، وهو فاقد السيطره على اكثر من ثلثي المساحه فهمتني نتاع فهمتني البلاد، في قمه الانكسارات نتاعه لم يستعمل اسلحه كيميائيه على فرض كما قلت انت، شكون قال اليوم فيني مش مخباه، في قمه الضغط ما استعملهاش، يجي يستعملها اليوم وهو في حاله نتاع مد كامل وبعد يحقق انتصارات على الارض واسترجع فهمتني حلب وثم ماشي الجوله في الجديده التفاوضيه من موقع القوه بعد موقع تصريح فهمتني سابق انه ما عادش مطروح اسقاط النظام فهمتني تاع فهمتني بشار الاسد، لماذا يستعمل هذا السلاح؟ انا اطرح فهمتني هذا فهمتني السؤال، والناس نعرف اللي عنده فهمتني من الذكاء ومن العقل ما يخليهم واحد مقدم يعرفوا الاجابه لماذا هذه الضربه؟ نرجع لها من بعد. نرجع لها من بعد. سيف الدين، سؤال مدخل، ضربه امريكيه بعد ضربه كيميائي بالسلاح الكيميائي على خان الشيخون في مدينه ادلب، كيف ترى انت امريكا روسيا على ارض سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما عادش نجم نفهم حتى شيء. يعني هي صفقه جميله معناها بين شكون هي صفقه تجاريه جميله بين امريكا وروسيا. استعملت هذا النظام الغبي المجرم باش تصور منه طرف فلوس خمبسطها للمشاهد. يعني ضربة بالتوماهوك 59 صاروخ والصاروخ يسوى حوالي مليوني دولار، تضرب 14 طائرة سخوي روسية. يعني النظام السوري مطالب بتعويض ال 14 طائرة سخوي هذية بمباركة روسيا. ما نتصورش انا الروس يلعب ولا يفاد الكوك، يقول لك نحن على علم. على علم بشنو؟ بتدمير 14 طائره سخوي والامريكان ب 59 صاروخ توماهوك. صفقه جميله جدا. هالانظمه المتخلفه اللي نعانيو منها هذه واللي كلست العقل العربي وتستغبى فيه صباحا مساء، لدرجه انه يعني حتى جريمة كما اللي صارت في خان شيخون، لا صحيح الطيران سوري لأنه روسيا قالت الطيران سوري، لأنه سوريا هي الفاتق الناطق في روسيا. روسيا هي الفاتق الناطق في سوريا، في سوريا. قالت اللي الطيران سوري، عشان نجم نكذبوا. قالت ثم رواية أخرى سمعناها يقولك لا ما ثماش طيارات، لا شيء الداخل معناها، لا ثبت أنها طيارات. ولما الروس قالوا راه صحيح طائرات سورية وخرجت من المطار هذا بيدو، فلا ما لبلش كيميائي، كيميائي لوطة في عند الاخرين في المخازن وتم تفجير المخازن. انت تعرف اللي هما مخازن كيميائي وتضربهم، بل اكثر من هكا نسمع في كلام انه بشار ما عندوش كيميائي وما ضربش الكيميائي في احلك الاوقات، وكأن الكيميائي اتعس من الاسلحة اللي يقتل بها. الكيمياوي في خان شيخون قتل 100 بشر، قاتل مليون، هو بشار قاتل مليون. شنو هو معنى الكيمياوي مخطر برشا؟ دي الاسلحه التقليديه البراميل المتفجره يرمي فيها على المدن كانه معناها يرمي في المبيدات، اما اخطر سلاح يقتل 100 ولا احنا غير هكاك قعدنا نتبعوا كيمياوي. دي النووي ما يقتلش اللي قتله بشار، لو كان ضربه بالنووي أرحم من اللي يضرب من اللي 6 سنين يقتل في شعبه. اللي نصنع منها فتنة مخابراتية، وكل الناس أنا شخصيا ضد أمريكا وضد روسيا وضد بشار وضد إيران وضد داعش وضد الإرهابيين الأخرين الكل، وكل إنسان يمد يده على الشعب السوري. أنا فقط مع الشعب السوري اللي خرج في يوم ما مناشدا الحرية، قالوا أبقى في مكانك طالبين الحرية. يزي 40 سنة، 40 سنة من الاستبداد من الهمجية، 40 سنة اللي يحل فمه يمشي يباد، 40 سنة من التعذيب من السجون اللي ما ثمش أتعس منهم في الدنيا،
مش يولينا طوى نبي ومش يولينا سامحني سامحني خليني ما تطولش برشا في الدخل خليني الاشكال في الضربه هذه شنو انه تم او في الصفقه هذه تم التفاوض مع روسيا ما تمش تفاوض مع ايران وذاك علاش ايران ندت به لانه ايران تحب امريكا تتفاوض معها كما باعت لها العراق يلزمها تتواطئ معها وقتها تولي الضربه الامريكيه ما باهيه وايران تساندها وتهللها الضربه هذه ما تمتش استشاره ايران وايران هي فاعل رئيسي ثاني في سوريا لانه ما عادش نحكيوا على الجيش العربي السوري هذه اكبر كذبه نحكيوا على 100,000 واكثر من الحرس الثوري الايراني داخل سوريا نحكيوا على احتلال ايراني وللناس اللي يدعيوا القوميه نحكيوا على احتلال ايراني فارسي مجوسي العراق لسوريا لليمن لبنان وهذه حقيقه وجزء من الخليج العربي باهي باهي احنا اليوم للاسف بقيت للاسف جمله واحده أنا. للاسف اليوم القومي العربي يهلل الاحتلال الفارسي للارض العربيه اليوم القومي العربي اللي وقف كما وقفنا احنا مع صدام حسين اللي تصدى للغزو الفارسي للاسف يهلل اليوم للغزو الفارسي القومي العربي ضد خاينه العرب القومي العربي القومي العربي القومي العربي يهلل الغزو الفارسي ليس صحيحا هاو بحذك قومي عربي هاو بحذك عروبي سي محمد بسيط نحن نعتقد أن إيران هي دولة كل ما يجري اليوم في العراق هو اليوم بسبب فمة التدخل الإيراني وأن إيران استعلم بيهم بشار إيران كمش إيران روطاح بشار عنده 5 سنين إيران طالما أمتنا مجزأة وطالما أمتنا مقسمة وطالما أمتنا ضعيفة ستظل إيران لها أطماع في المنطقة العربية حبينا ولا كرهنا فهمش أنت مع بشار وضد إيران متنجمش تكون أنا لست لا هو مع إيران أنا لست إيران معاه معرسين عندهم طاوة 6 سنين مش هذه المشكلة ما نجمش عاش كنت كنت فهمش لست لا مع بشار ولا مع إيران لا قالك ما نجمش مع بشار لست لا مع بشار ولا مع إيران ولكن الذي يحدث في سوريا اليوم والذي يحدث في المنطقة العربية اليوم هو ليس من تدبير بشار ولا من تدبير هو من تدبير الاستبداد هو من تدبير فمتي الاستبداد اللي عانينا منه 60 سنة ومن الصهيونية العالمية لا صهيونية لا حد شيء لا 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 هذوم هم أعدانا هذوم أعدانا هذوم أعدانا التاريخيين أعدانا هو الاستبداد قبل العدو الخارجي يا سيف نهار يمشي الاستبداد سننتصر على كل الأعداء من الذي وظف هذا الاستبداد في المنطقة العربية سمحني ما تقاطعنيش حتى لا يكون حوار ما بينكش مزون ولا نستغرب اليوم ما قامت به امريكا مثل ما قلت في البدايه نعم سامحني مداخلتك ستكون كامله ولكن بعد ان نرفع اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس تقبل الله صلاتكم مسبقا وراجعين بحول الله عدنا واهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام سي محمد البصيري سي محمد يعني اليوم نرى ناس ترفض وجود السعودية في اليمن وهي على تخوم أراضيها المعركة تدار وتقول لك أن ما يجري في اليمن يمس الأمن متاع المباشر ومن يرفضون وجود السعودية في اليمن يرحبون بإيران في سوريا ويرحبون بسوريا بروسيا في سوريا القوميون العرب الذين ينتصرون للعروبة والذين يرفضون التدخل الخارجي مهما كانت الكبوس متاعه مهما كانت الشابو متاعه روسي إيراني مجوسي من الكونغو ديمقراطية مهما كان لون اليوم كيف ترى أنت هذا التناقض البين على الأقل في الظاهر يعني ليس هناك تناقض ولكن قبل كل شيء تعقيبا على رأي الأستاذ على أن القوميين هم مصطفين اليوم إلى جانب إيران وإيران هي اليوم في المنطقة التي تتمدد وتتوسع في المنطقة العربية بالعكس احنا إيران معناها قاست منها الأمة العربية في المنطقة أكبر دولة في المنطقة قاست منها الأمة العربية في المنطقة هي إيران و2003 لولا التسهيلات التي قامت بها إيران للأمريكان ولعملاء الأمريكان الذين كانوا يجتمعون في قم وطهران وكانوا يجتمعون فهمتي في 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 السفارات الاجنبيه كانوا ممولين وكانوا فهمتي معناها تشرف عليهم فهمتي معناها السلطات الايرانيه ولولا ايران لما استطاعت امريكا ان تتدخل بشكل معناها ان تغزو العراق بذلك الشكل السافر عوده الى الموضوع احنا لا يمكن ان نضع اي قطر عربي او اي نظام عربي
بنفس المرتبة مع 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 مع, مع العنصر الأجنبي، مع إيران أو مع أي طرف. الحالة الموجودة في ليبيا في اليمن اليوم أن السعودية ليست لم تتدخل في اليمن لأنها تريد أن تحمي الشعب اليمني، هذا متفق عليه معناها بشكل نهائي. نعم. ولكن الصراع اليوم أصبح نوعا ما صراع طائفي بين السعودية وبين إيران، من هو الذي يفرض المذهب متاعه الديني في المنطقة. إيران تريد أن تفريس المنطقة من خلال فهمتي معناها التشيع، والسعودية بالتأكيد أيضا تريد أن تدافع على نفسها من خلال فهمتي معناها معناها الطائفة التي تنتمي إليها. والشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن اليوم. لا إيران هي تدخلت لمصلحة الشعب اليمني، ولا السعودية أيضا تدخل. أين أصوات العروبيين المناضلين الذين انتصروا فيما مضى للعراق؟ أين هم الآن من انتصارهم لسوريا خالية من الشبيحة، خالية من الـ من الـ من الحرس الثوري الإيراني؟ نعم. خالية من حزب الله اللبناني؟ نعم. خالية من أين أصواتهم؟ هل تسمع لهم صوتا بصراحة؟ نعم. احنا ضد كل أشكال التدخل اللي موجودة في سوريا مهما كان شكلها، إيراني أمريكي روسي، مهما كان شكله. وأن المشكلة الداخلية في سوريا تبقى لأبناء سوريا، وأبناء سوريا هم الذين قادرين على حل، وأي تدخل من أي جهة كانت هو مرفوض مهما كان شكله، ولا يمكن الوقوف إلى أي جانب منها. لكن اليوم المشكلة التدخل الأجنبي هو الذي أصبح هو مفتاح الحل اليوم في سوريا. روسيا اليوم أصبحت هي الناطق الرسمي باسم النظام السوري. روسيا هي أصبحت اليوم النظام. ولكن هل روسيا جاءت اليوم بدعم الشعب السوري؟ هل روسيا اليوم مصلحتها هي اليوم وجودها في سوريا هو لمصلحة الشعب السوري؟ أم أن لها هي أيضا أطمع في المنطقة وتريد أن تحافظ عليه، مثل ما للأمريكان ومثل الإيرانيين اليوم؟ يعني إذن شعبنا في سوريا وأرض سوريا العزيزة هي التي تتفتت اليوم أمام هذه الأطماع الخارجية، سواء من إيران أو من روسيا أو من الأمريكان. شوية الذين يؤيدون بشار الذي أتى بهؤلاء جميعا، بشار الذي أتى بالإيرانيين وبالروس، رأي صفقة هي صفقة ولا هما فرضوا رواحهم زعم عليه؟ بشار لم يأتي اليوم إلى سوريا. بشار عنده 40 سنة، عنده 70 المؤيدون اليوم لبشار. نعم. الذي أتى بهؤلاء كل الغرباء ثم سمحني. نعم. بيشوف هناك إرهاب وهناك حركات متطرفة. نعم. وهناك كذلك الروس وهناك براميل الشوكولات اللي طلعت على الأطفال. أين إدانة بشار؟ أين إدانة التوانسة اللي تعرفها من الطبقة المثقفة من يساريينهم وإسلاميهم وعروبيهم؟ أين هي ضد هذا النظام؟ هل ترى بصراحة؟ خليني من صوتك أنت. أنا نحكي المشكلة اليوم أيضا لا يمكن أن تحل ولا يمكن أن ينظر لها من هذه الزاوية. هل نظام بشار أكيد مسؤول نظام بشار على ما يجري اليوم، ولكن هل اليوم الحل في يد بشار اليوم؟ هل اليوم الحل أصبح بشار لا يملك 15% من الأرض السورية، وكل القرارات السياسية اليوم بيد إيران وبيد الروس، والروس بشكل أساس. ولكن من الذي يغذي في هذه الصراعات اليوم؟ اليوم أمريكا، أنا لا أعتقد أن هناك اليوم مواطن تونسي أو مواطن عربي يعتقد أن الإدارة الأمريكية يمكن اليوم أن تمارس أي ممارسة لصالح الشعب السوري. لكن اليوم الذي يطرح ما بين قوس أو نقطة الاستفهام، أو من يعتقد اليوم في أن الروس جاءوا بالفعل ليحموا الشعب السوري أو جاءوا ليحموا نظام بشار، أنه هم ليسوا على علم بالضربة الأمريكية ضد الشعب السوري اليوم. يعني إذا تحب تقول أنه بشار هو اللي جاب الروس الغادي والروس اللي هم متآمرين على شعبه؟ بشار لا حول ولا قوة له. لا حول ولا قوة. لا يملك شيئا. نحب نحكي على الفعل، شو اللي عمل بشار؟ شكون جابهم الروس الغادي؟ حب نمشي الغادي انا سي بوصير. جاب بشار بالتاكيد، ولكن الروس ما مشوش لانه لمصلحه بشار، لمصالحهم في المنطقه. هات نسمع من زميل زياد. قلت كلمه باهي زياد من اللول، قلت انك حبيت تعطي الصفه نتاعك وقلت مدخل منهجي، قلت انه انت يعني ماهيش مساله تمترس. نعم. وانما بحكم تخصصك. نعم. وكذا. نعم. ديما وحتى نقاوم هذا التمترس. نعم. هناك إرهابيين وهناك مخابرات وهناك ناس أعطت السلاح للإرهابيين هذوما. نعم. ودخلوا غادي، وهناك مقاومة معترف بها دوليا، مقاومة. نعم. من سوريين موجودين غادي. نعم. وهناك نظام سوري قتل في سجن صيدنايا لوحده 13 ألف موثقون
اسما ووجها ورسما وجينا ما ينجمش يشك فيهم حتى حد في العالم هذا. يعني علاش احنا بثورة عزيزة وغالية عملناها في تونس خويا زياد ضد الاستبداد ومن أجل الحرية، لماذا لا نلعن نظام بشار ونلعن الإرهابيين من هنا أيضا؟ لماذا لا نلعن القاتل مهما كان لونه ومهما كانت لغته ومهما كان جنسه؟ لماذا لا يكون عندنا هذا الموقف المبدئي اللي يليق ببلادنا أولا ثورة وتاريخا وحتى حاضرا؟ الموجودين في البلاتو هذوما مختلفين لكن قدروا باش يكونوا موجودين لهنا. هل تحلم ببلاتو كما هكا في, 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 في دمشق؟ هل تحلم في قناة سورية أن تأتي بالضد وأن تأتي بالرأي الآخر؟ جاوبني على هذا. شوف، نحب نذكر بحاجة. أنا عند انطلاق الثورة في سوريا كنت في مقدمة المساندين لها. جميل. وخرجنا في حتى في مسيرة وقتها كبيرة في شارع محمد بالخامس، وكنا جنبا إلى جنب من أطياف سياسية متعددة، وكنت فخورا بهذه الثورة وبهذه الانطلاقة. علاش؟ لأني ريت فيها إنجاز تونسي، ريت فيها أنه الريح نتاع الحرية والنساء نتاع الحرية في وسط الصحراء القاحلة نتاع الاستبداد اللي انطلقت فهمتني من تونس، قاعدة فهمتني تهب وقاعدة تزرع في الخضار وتزرع فهمتني في الأمل في منطقة كلها متعطشة للحرية هذه وتعاني من نفس نير الاستبداد. لكن لأني لست ممن يرتضون لأنفسهم أن يكونوا قطيعا، وانما دائما اعمل العقل واعمل الفكر. هذا هو التمتر، هذا هو التمتر. عندي حتى مشكل اني فهمتني باش نراجع وقت اللي ثبت عندي انه المساله هي فهمتني اكبر او تجاوزت المساله نتاع انه اطاحه فهمتني بنظام استبدادي، وانا معناها نشعر فهمتني بالاستهزاء تجاه اي طرف يقول لك النظام السوري فهمتني هو نظام فهمتني ديمقراطي. النظام السوري هو نظام كشكل كل الانظمه العربيه فهمتني اخرى، بل لعله في المنطقه فهمتني نتاعو عنده شوية فهمتني جانب نتاع في الكيان نتاع الدولة أنه ثم شوية فهمتني علمانية قياسة فهمتني بالمحيط وحسب الخليج وحسب فهمتني بغيره. لكن المؤتمر أصدقاء سوريا اللي أنا كان أعتبر أنه من أكبر الغلطات اللي تمت وقتل العلاقات مع سوريا بالغلطات اللي تمت. لكن خليني في موقفنا، لكن ثم خليني في موقفنا المبدأ الإنسان نحكي على المبدأ ثم حاجة يقع التعتيم عليها للأسف مرة أخرى نتيجة المناكفات والصراعات السياسية وكذا، اليوم وقف الرئيس السابق محمد مصف المرزوقي. محمد مصف المرزوقي راهو رفض، وأنا نعتبر أنه يحسب له أنه باش يتم الدفع باتجاه تسليح المعارضة في سوريا، وهو التوجه اللي كان الغالب على المؤتمر تاع أصدقاء في تونس. أهلا شم اللي ثم فهمتني حاجة. علاش قلت لك هالكلام هذا؟ باش نربط بالكلام اللي قلت به وقت اللي تبين لي المؤامرة أبعادها أكبر من أبعاد الإطاحة بنظام ديكتاتوري في إطار ربيع متاع حرية عربي، واللي هو طولت مقتنع كيما رئيس باجي قيس سنة فلاقة على ربيع تونسي، ما نمشيش مني أكثر فهمتي من هذا، وصنعوه التوانسة. دونك وليت ننظر الموضوع فهمتي من زاوية فهمتي أخرى. هناك عملية استهداف لخدمة فهمتي أجندات اللي هي فهمتي أكبر من المنطقة. باش نرجع للموضوع نتاع وكل انتهاكات حقوق الانسان كائنا من يكون الطرف الذي يقوم بها هي في مدانه بكل تاكيد. باش نرجع مساله الغاز الكيميائي، وانا قلت لك باش نحكي حديث. لا خليني في سجن صيدنايا، خليني انت الان الى حد الان انا معك وانا متفق معك انه حتى في تونس الثوره اللي صارت في تونس لهنا زاد صحيح الاراده نتاع زياد انه تونس تولي بلاد ثوره ونظيفه، اما الاستخبارات زاد كذلك صحيح. حتى لهنا صحيح. حبت تركب وتوجه وجهه اخرى ولا تزال. نعم وفي ولا تزال ويمولوا في احزاب. اي نعم ودول تمول في احزاب معك. ويحبوا يضربوا هالتجربه في انتهاء معك بما فيها الدول التي تهلل اليوم كما الامارات التي تهلل اليوم لضربين في انتهاء. ماذا نقول؟ نقول لبن علي الذي قتل 300 شهيد نقول بانه مجرم مش يتحاكم؟ ماذا نقول لمن قتل عشرات الالاف في سجن لوحده؟ خليني في صيدنايا وخليني في التشكيك في غاز السارين، ولو انه غاز السارين استخدم في 2013، لكن دعني انا معاك نمشي في اليقين. زياد مش نمشي معاك الا في اليقين. سجن صيدنايا 13000 واحد ميت مشرحين كل علاش، التصاور موجوده وموثقه واسماء وغيره، ماذا تقول في هذا؟ أنا كلامي هل النظام مجرم الذي يفعل أنا ذلك؟ أنا كلامي هل هو مجرم النظام؟ خلني أكمل لك. لا جاوبني خلني أكمل لك الجمهور. إيه
كل انتهاك الحقوق الإنسان. جاوبني على صيدناية. هو جريمة في هذه ولا في غيرها؟ في صيدناية. هل النظام في اللي يقتل هل هو نظام مجرم؟ هاني جاوبتك. نظام مجرم. كل اعتداء على حقوق الإنسان في صيدناية وفي غيرها هو جريمة ضد الإنسانية. إذا نظام الأسد هو نظام مجرم. يا ودي جاوبتك. كل اعتداء يعمل نظام الأسد ولا غيره هو جريمة ضد الإنسانية. إذا إجي أقول لك حاجة. نعم. أنت هو الفرق بيني وبينك. أنت في هذه النقطة تحكي فهمت من يقين. وانا نفهم الحماسه في نتاعك انك تحكي في من يقين. هل انا ما عنديش نفس اليقين؟ ينجمش يكون قتل 100 نظام بشار. لو كان قتل واحد فهو جريمه. مش يقتل 100. عندكش فكره اللي هو تبداش ثم نفس تقتل بغير فهمت حق فكانما قتل الناس جميعا. طيب لا بس اخذ معك نخدم معك سامحني زياد مش تختم معك كلمه. انا مش عندي كلمه اللي كنت ومش نطول معك. تو انظر اليرموك اللي هو مخيم اليرموك حاصروهم أكلت الناس الكلاب والقطط ولات الجلد على العظم وماتت العباد غادي في اليرموك وربي قاعد يشوف فينا. بالنسبة للأطفال اللي موجودين في أول مدينة أول مدينة في سوريا بدأت الثورة درعا أطفال درعا وفي الوقت اللي زياد الهاني كان يشجع لهنا في الثورة السورية أنا ذاك وهي في مطلعها أطفال درعا حوصروا أطفال درعا والحليب 6 أشهر لم يدخل الحليب لدرعا. ظوافر الأطفال بتصاور موجودة مقلعة وهذاك مطلع الثورة. الثورة بدأت من لون سلمية لكن وقت اللي مسار التعذيب لأطفال درعا وشدوهم ومسكوا الرجال بعدين كي يحبوا يخرجوا الرجال قالوا يجيبوا لنا نساكن ومن غادي انطلقت الثورة. يعني أنت الآن خويا زياد سمحني تقول لي أنه نظام مجرم مهما كان. هاو نقول لك أنا قتل جماعة اليرموك. هاو نقول لك أنا اقتل ما يقع على الأقل في مظاهرة واحدة 200 واحد من درعا. أنت طوى فتحت أكثر فنتي من سؤال وهذا واحد. أولاً ساعة من أكثر من الشواهد. لا كثرتك من الشواهد. خليني أكمل لك. اليرموك أنا فني كنت حاضر على عين المكان وما كنتش وحدي. كان معي زميل صوفيا فني بن فرحات. كانت معي زميلة فني أميرة فني محمد. وكان معنا وآخرون. فهمتني؟ وكنا في اليرموك وكنا في المدخل متاع فهمتني المخيم وكنا في المترس الأولاني ونحن قاعدين نشوفه فني وش ضايف فني كانت تطير من كل بقعة. هذاك فني موضوع فني خليه فني على جهة. شو نقول لك؟ من حيث فهمتني المبدا كل انتهاكات حقوق الانسان فني مدانه. باش نرجع للنقطه فهمتني اساسيه خاطر هذه فرصه نحبوا عندك انت نقاط شهاده على الاقل العباد ان تمش على الاقل تفهم شنو اللي قاعد فهمتني صاير. باهي اليوم انت ذكرت مساله الغاز نتاع السرين نتاع 2013. نحب نذكر اللي كارلا ديل بونتي اللي هي المدعيه العامه السابقه نتاع محكمه الجنايات الدوليه واللي هي عضوه لجنه التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا كانت أعلنت أثر زيارة في أداتها إلى سوريا في ماي 2013 وخرج لها تصريح في 6 ماي 2013 تحكي فيه أنه تبين لها أنه الغازات الأسلحة الكيميائية وغاز السرير راه لم يتم استخدامه من قبل القوات الحكومية وإنما تم استخدامه من قبل المعارضة المسلحة مما أدى إلى قرار معروف شهير في 7 ماي وهبط في البي بي سي العربي لمجلس الوطني للمعارضة في سوريا واللي طالب فيه بإبعاد هذه القاضية مشككا في نزاهتها وفي حيادها وبالفعل تم استبعاد هذه القاضية لكن من نهارتها استبعدت القاضية وأغلق الملف نتاع غاز السرين فهمتني نهائيا. اليوم مش نحب أقول لك ونختفني بالكلمة فهمتني هذه. أنا البارح تبعت البرنامج القناة العاشرة في الإسرائيلية ولو كان نحكي لك وأرجو أن توفر الصورة باش الفيديو الصورة الفرصة باش الفيديو هذا يتم معناها التداول فهمتني بتاعه ونشره تاع البرنامج فهمتني هذا. لو كانت تشوف حاله الهستيريا اللي كانت عليها المقدمه بتاع القناه العاشره الاسرائيليه تصاب فهمتي بالدهشه. يا عرب يا خو حكام عرب يا خونا هذا المجرم النظام المجرم في النظام في بشار الاسد يقتل المدنيين يقتل الاطفال. هي تقول حقا تريد به باطل. هاني جاي. هي تقول حقا هي ولكن تريد به باطل. هاني جاي. نعم. تقول انت قبل ما كملت تقول انت شنو هو اللي يلم اسرائيل على السعوديه على الامارات في الدفاع على حريه الشعب فهمتي السوري اذا وامريكا اللي تدعم فيهم من بعيد مع الاشاره ورد بالك منها النقطه هذه. التدخل الامريكي يعني بدايه مرحله فهمتي جديده انه امريكا ستتصرف بنفسها هذا هو السؤال دون وكالات هذا اللي ماشيين ليه باش تضرب بنفسها ورد بالك من حاجه اخرى
بدات العمليه نتاع اخراج تركيا من المعادله وذكرني في الكلمه هذه في مقداد اخراج تركيا من المعادله من المعادله تركيا اللي في بالها المناطق الامنه باش تكون عندها فيها طرف في خلال الامريكان ازحوها في يدخلوا الاكراد اللي هم العدافني نتاعها وطوها هاتوا وتشوف الايام القادمه نحن مقبلون على الصارين باش يولي الصارين عند المعارضه ويكتشفوا قرر انا غلطنا راه عند المعارضه والمعارضه شكون عطاهولها اعطاتوها في تركيا وباش يزيدوا يحجموا اكثر الدور تاع اردوغان والصارين من تركيا يعني اذا لا هذا ايش يقولوا في المره الجايه فهمت سيف تفضل والله انا راني اكره المتاهات حتى أنا كلنا كرام المتاهات انا اعشق الوضوح لا بكلنا في بالي حتى الضيوف الاخرين زاد يحبوا انا الوضوح. اكره في العقل العربي هو انه يعشق المتاهات تقول له راه بورقيبه قتل توانسه انت ارهابي وانت مجرم وانت بيك وانت عليك يا ودي قتلت وانسه كيفاش تعتبره زعيم كيفاش تعملوا صنب في كل قتلت وانسه يا اخي عادي عندك يقتل وانسه لا هذاك رحان القمل هذاك مشاورك ما قريتش العقل العربي يعشق الحضيض هذاك علاش قاعد يتكرر نفس الاستوانه تكرر قاعده اليوم أيوة ونفس الاستوانه أيوة دعم الاستبداد وارجاع الطقوس اللي سواء في سوريا ولا في تونس شكون اللي قاعد يدعم فلسطين اليوم اليوم اليوم, اه؟ اليوم وانا راني من ما نحبش نفرق في الوطن العربي راه كي نشوفوا البارح مشاهد نتاع السبسي علم مع الحيط السبسي على الحيط كله هكا على حيط كم تفهم فيا انا نخاف شو نخاف لا احنا متعودين على مواجهة الاستبداد لكن نخاف على العقل التونسي اللي الثوره حرته ولا المواطن يفهم العقل التونسي هو اللي عمل سمحني. هو اللي عمل الباش هذاك هو اللي طبعه وهو ماكينات ما عنده ماكينات نعم انا العقل انا التونسي. انا متقلق كي راه النخبه تقول له بشار قتل كذا 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 الكويت والسعوديه وقطر وامريكا وتركيا وايران وكل يحكي لك عليهم وهو هارب من انه مجرم سي لين وسانده خونا زياد انا نحترمه ونعتبره من النخبه نتاع تونس اي نعم مساند البشار خلينا علاش نلف وندوره 500 مره قالك مجرم قال كل من زياد يا ودي اختانا زياد الهاني مساند البشار سهله الحكايه قالك كل من قتله وشيله الغادي هو قالك كل من قتله وهو بعد حصار مظايا وبعد كل المجازر اللي صارت على ادلب وعلى كل التراب السوري وكل السجون وكل الشهادات وكل الفظائع اللي ما صارتش في عهد هتلر صارت في سوريا مشالوا يسانده مشالوا وتصور مع تصويرته اندروين وقتها هو امبان ولجنه هكا تصور مع تصويرته نحكي واضح زي نحترمك راهو اما خليني ننقدك بشده كلامك سامحني الاسلوب هذا لا يليق بيك سامحني مش مشكل كلامك بالاسلوب هذا خليني نمسك انا خليني نمسك سامحني خليك بالمساله الشخصيه خليني اكون واضح انا بورقيبة مجرم دلس الانتخابات انا ضده قتل التوانسة انا ضده بن علي عذب وقتل وسرق ونب انا ضده ما نبداش الا وجده في تعلات لا هو قرانا قراني بابا قراني حتى حد اعطاني من فلوسه بن علي ولا بورقيبة تسرقونا ونهبونا وخلونا متخلفين في حضيض الدول بشار مجرم مستبد يعني أنظمة لا زياد 34 سنة سامحني زياد كان واضح سامحني لا ما نساندوش لا لا سامحني لحظة قال كل لحظة من قتل هو مجرم أو شوف سامحني أما كي يضربوه الأمريكان ولي معاه ولا تعلى معناه هو يدمر مليون من شعبه ويهجر أكثر من 5 ملايين وناس تموت في البحر والله نستناه في طوق النجاة ويضربوها 4 صواريخ توماهاوك باش نفزعوا واحنا مع بشار والله انا كنت ضده اما كي صار مؤتمر الزقاء سوريا وليت معاه خويا العزيز سامحني خليني لا 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 انت مشيت لبشار بعد ما قتل اكثر من مليون بشر وبعد ما هجر ودمر سوريا كامله باش يقعد هو ونظامه والعصابه اللي معاه في الحكم مشيت وساندته وعبرت له على اللي رفضته النخبه التونسيه الكل هو عمل مراجعه جيده سمحني لحظه سيف لا بل اكثر من هكا دقيقه سيف انت زرت المساجين التونسيين في سجنهم غادي 43 اللي مسجونين في دمشق ظلما لانهم عندهم 5 سنين قبل ما تجي داعش والنصره وكل العصابات كلها مسجونين مشاو يا للمخيمات في مهام انسانيه مسجونين عندهم اكثر من 5 سنين بلا تهمه تفهم فيه وزارهم وما نحكيش اكثر لانه همش نقول لك حاجه همش نقول لك حاجه سأوجز اسمعني خلاص قمه الدعم صار بل اكثر من هكا خويا زياد للاسف انا راني
يعني كلمتي نقولها ومستعد حتى للموت فيها، ومعاك صحافيين اخرين وصلتوا حتى خليني نقولها ساومتوا المساجين، قولوا لي بعثنا ترويكا وبعثتنا للاخرى واحنا ندخلوا مع النظام مش سايبكم. الله 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 الله. شوف نجيب لك عائلات يحتاج اثبات، سمحت نجيب لك عائلاتهم تشهد. عيب عليك. نجيب لك عائلاتهم. عيب عليك. نجيب لك عائلاتهم تشهد. عيب عليك. جاب جاب. خلينا من هذا مباشرة. لا لا سيف، وذي عمري ما قلت. سيف عليك. سيف عندي مكالمة. سيف سيف عندي مكالمة من تركيا، وبعدين زياد خلي يتكلم. عمر الشيخ جايك. عمر الشيخ صحفي. عمر الشيخ ابراهيم صح، مرحبا بك عمر. اهلا وسهلا استاذ مستر، تحياتي لك وللجماهير المشهود والضيوف الموجودين معك. شكرا لك. الصوت ضعيف، ما نعرفش من عندك من المصدر ولا اشكال تقني يحول دون سم. تمام نعم اسمعك. اسمعك اسمعك جيدا. تفضل. نسمع فيك بشكل جيد. مرحبا بك شيخ عمر. اذا ضربه امريكيه بعد ضربه بالكيمياوي في خان شيخون، كيف تقرا ما يجري الآن؟ هناك حديث تقريبا أجمع عليه كل وسائل الإعلام والقنوات الخارجية والداخلية بأن هناك منعطف جديد، حتى التحليل في البلاتو هنا زياد كان يتكلم بأن هناك منعطف جديد، الضربة وما بعد الضربة. كيفاش تقرأ إذن أنت الآن الملف السوري؟ الأول لو تسمح لي أضع بعض يعني الأشياء ونسمي بعض الأمور بمسمياتها. أولا يجب أن يقرأ أن هذه الضربة ليست للدولة السورية، هذه ضربة لنظام سيطر على الحكم والدولة في سوريا واختفر الدولة في نفسه واستخدم كل الآليات القمع والقتل والإجرام على مدى 47 عام لتثبيت نفسه في الحكم، وأيضا تنازل عن السيادة السورية مرات وتنازل عن أراضي سورية محتلة سواء الجولان السوري المحتل أو غيرها، وتحالف هذا النظام المجرم البعثي مع نظام قومي فارسي ضد النظام البعثي الآخر اللي هو العراقي. فلا أحد يأتي ويزاول يقول هذه ضربة أمريكية وانتهاك للسيادة الوطنية السورية. يعني هل بريماكوف أو بغدالوف أو بوتين أو لافاروف، يعني هؤلاء أو هذه الأسماء لا تنتهك السيادة الوطنية السورية ولكن أسماء التي ما عداها تنتهك السيادة السورية؟ بالتالي هذا الكلام مرفوض. يجب أن يعلم أن الضربة ضد نظام المجرم، والنظام شيء والدولة شيء في سوريا. وضحت هذه الفكرة. واضحة. أن يقول أنا ذهبت إلى سوريا من أجل أن أزور الدولة السورية. لا يكذب يا سيدي. هل هذا النظام أنتجته انتخابات ديمقراطية في سوريا؟ هل أنتجته صناديق اختراع ممثلة للشعب السوري ورأي الشعب السوري؟ هذا نظام مجرم سيطر على الحكم وعلى الدولة وصادر حق الشعب في التصويت وفي الانتخابات وإلى آخره، وأمر معروف يعني. هلا أعود إلى قراءة الضربة، لأننا نعتقد وهذه معلومات، يعني نتكلم عن معلومات. الأمريكان أبلغوا الروس بموعد الضربة ومكان الضربة، والروس أبلغوا هذا النظام المجرم بالأمر، وبالتالي يعني هذه ضربة قضية بالنسبة لنا. هذه فكرة واضحة. يعني كثورة سورية أو كرأي عام. عمر هذه ضربة استعراضية. نعم هذه الفكرة. نعم. هذه الفكرة. نعم. واضحة. نحب نعرف برأيك الضربة الأمريكية ننطلق منها ماذا بعدها؟ يعني أنا أعتقد أنه الأمريكان أرادوا أن يقولوا للروس رسالة أنكم من الآن فصاعدا لستم الوحيدون الذين تمسكون بالملف السوري وتفرضون أجنداتكم في الملف السوري وفي العالم. نحن أيضا شركاءكم في هذا الملف أو في هذه الأرض ولن تكونوا وحيدين. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للرأي العام الأمريكي الداخلي وأيضا الرأي العام الخارجي بأننا نحن لا نستطيع أن نترك يعني كل هذا الحقد أو كل هذا المعان في القتل أن يمر مرور الكرام، وأمريكا أوباما مختلفة عن أمريكا ترامب. هذا أيضا رسالة يعني للرأي العام الداخلي الأمريكي وأيضا الرأي العام الدولي، لأن هناك إحراجات يعني والمجتمع الدولي سقط سقوطا ذريعا فيما يجري في سوريا. فنحن يعني يتكلم الأمريكان المجتمع الدولي نحن نتحمل أي طريقة أخرى للقتل إلا طريقة بالكيماوي لا نتحملها. لكن يعني اليوم مثلا قتل في إدلب أكثر من 30 شخص بالبراميل المتفجرة، يعني لن يتم الحديث عنها ولن يتم عقاب الأسد عليها أو عقاب بشار أو زمانية بشار عليها. بالتالي هذه هي أيضا الرسالة. لا أنت تريد أن تقول لي أنه كيف سينعكس هذا على حل سياسي ما. أنا أعتقد أن هذه الضربة يعني كانت رسائلها واضحة بأن لابد من أن يكون هناك بداية حقيقية لمشروع سياسي يؤدي إلى انتقال السلطة في سوريا. لكن هذا الانتقال
هذا الانتقال الذي يريدوه هم، يريده المجتمع الدولي وأيضا بعض الأنظمة العربية، لن يكون انتقال يمثل عن أهداف التي قامت عنها الثورة. هو انتقال يكون يعني في ظاهره تغيير في شكل أو في أسماء أشخاص يحكمون، لكن يريدون أن ينتجون أيضا يعني نظام مدجن أو نظام مهجن من هذا النظام يكون موالي لهم أو ضد مصالحهم. نعم. يعني المجتمع الغربي، المجتمع الدولي وأيضا المجتمع الرسمي العربي، يعني هو مع الانتخابات ومع الديمقراطية في سوريا، لكن ليست الديمقراطية التي تحت بحكومة أو بنظام يكون يعني غير موالي لها وغير مطابق لمصالحها. نعم. نكتفي بهذا القدر معك، عذرا على المقاطعة. زميل عمر الشيخ إبراهيم الصحفي كنت معنا من إسطنبول، للأسف الشديد الوقت حصرنا ومطلوب أني ندور الكلمة شوي. تفضل سي محمد بوسير. يعني أستغرب جدا إذا ما زال مواطن عربي اليوم يحلم بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تجلب الديمقراطية للوطن العربي. مفهوم جدا هذا. هل يمكن أن نصدق هذا؟ لا. هل 59 صاروخ الذي ضربت به سوريا اليوم هو فمت لإرساء الديمقراطية في سوريا؟ بالتأكيد لا. هل نظام بشار الأسد هو النظام الوحيد اللي أجرم في حق شعبه؟ لدينا 23 نظام عربي. أعطيني نظام عربي واحد لم يجرم في حق شعبه. وعلي نظام واحد عربي لم يجرم. وبالتالي المعركة اليوم معروفة ومحسومة. يعني هي مع إحنا هالإمبريالية الأمريكية هذه المعادية للأمة، واللي هي قاعدة تدعم فيها الأمة هذه وقاعدة فهمتي تمكن فيها من كل قوة، فهمتي مش استعبد فهمتي معناها أبناء شعبنا في المنطقة. إحنا الإدارة الأمريكية اليوم اللي نهللها اللي هي فهمتي مش تجلب الديمقراطية في سوريا أو في أي مكان. من قال الأخ السوري فهمتي قالوا إن أمريكا استهدفت النظام السوري؟ لم تستهدف النظام السوري، استهدفت الشعب السوري، قتلت أبناء سوريا، لم تسقط النظام بشار الأسد. والروس، الروس اليوم على تحالف كامل، معنا على وفاق كامل مع الأمريكان، لكن اليوم في سوريا إعداد برنامج فهمتي لتقسيمه، كل واحد يحب يأخذ موطأ قدم اليوم في سوريا. هناك مشروع تقسيم، هناك مشروع تقسيم. هذا الاستعمار إيش يحب؟ شكون الاستعمار هو اللي فارض؟ الاستعمار هو اللي فارض؟ شكون استبد بها وهيئة للتقسيم؟ شكون اقتل شعب وهيئة وقال لهم يجيوا سوريا اليوم وتداعت عليها الأمم؟ يعني أنظمة الخليجية اليوم أنظمة وطنية غريب، ولا تبرر تقولها شكون مستبد؟ معناها خاطر احنا مستبدين يلزم يكون هو مستبد يقتل شعبه؟ لماذا اليوم سوريا هي المستهدفة؟ هو نظامها مجرم، شعبه خرج طالب الحرية، شعبه خرج مطروح. أنت ضد تحرر الشعوب؟ الشعب السوري خرج طالب الحرية، هبطت عليه بالبراميل، لا عن طريق الأمريكان ولا عن طريق ما قبل الأمريكان. يعني ما قبل الأمريكان والروس اللي وصلنا نحن اليوم. قال لك حتى زياد قال لك انا راني في 2012 و13 انا مع مطالب الشعب السوري. مطالب الشعب السوري كانت بدايه السلميه. من اخرج مئات المساجين من السجون العراقيه ودفع بها الى سوريا؟ من اخرج التكفيريين من السجون السوريه من السجون العراقيه ودفع بها الى سوريا؟ ما بين نتكلم بالواحد. معنا حبيت نقول لك يا استاذ محمد اسمح لي، من عطل حلم السوريين سنوات حتى دخلت الاستخبارات ودخلت المجرم العصابات المسلحة ودخلت يعني في البدء كانت ثورة مسالمة كما في تونس. هذا التدوير اللي يوقع في سوريا وهذه العصابات المسلحة، النظام هو اللي استدعاهم، أمريكا والنظام هو اللي استدعاهم، قطر وتركيا، النظام هو اللي استدعاهم، كل اللي كانوا يتطوروا أو اللي كانوا يسفروا. معنا ما نقولوا الحقيقة، كل التونسيين اللي كانوا يسفروا من هنا من تونس ويذهبوا إلى سوريا، من أين كانوا يدخلون إلى سوريا؟ من تركيا. وكان تركيا وكل التونسيين اللي كانوا يدخلوا العراق، منين كانوا يدخلوا؟ مطار دمشق ومن المخابرات السورية اللي دخلهم للعراق. اللي اكثر تونسيين الموجودين في سوريا دخلوا ورشحوا من العراق وارتدوا عليه كلها دخلت من تركيا. علاش ما تحبش تدين نظام المجرم هذا؟ ليس علاش ما تنتصرش للشعب؟ علاش ما تنتصر معناها المجرم؟ انت مشكلتك تستنى سبع سنين في ضربه امريكيه. بربي يا استاذ بوسير بالله سامحني، بالله خلينا نوضحوها. سبع سنين استناو في امريكا باش تضرب، باش نقولوا احنا امريكا موجوده من اللحظه الاولى، امريكا موجوده من اللحظه الاولى. احنا عقلنا هذا والذي يقود كل الامور ما دام يذبح عدوه، ما دام يذبح خصمي سياسي فهو بطل، ما دام يذبح خصمي سياسي فهو بطل. والناس اللي طلعت في اعتصام باردو وقالوا مستعدين نقتلوا 20,000 تونسي، هالعقل هذا نفسه اللي حركها. سيف وصلت الفكره، راكم فرحانين بهم. وصلت الفكره، الله يخليك يا سيف، بربي الله يخليك. الوقت ضيق ونحب نعدي. استاذ سي محمد، هذه السدره وهذه الاحصاء، سيدي احنا متفقين، نحن نحب ونجمع يكون عندنا اجماع
على الإرهاب بأنواعه. نعم. هناك إرهابيون عندهم الحي وعندهم أقمصة وعندهم سلاح إرهابيين، وثم نظام من أتى بهم لحظة مخابرات لحظة مخابرات الدولية كلها بعد ما هو ذبح شعبه واستدعى كل مخابرات الدنيا. سي بوسيري النظام، أنا لا أعتقد ما يحدث اليوم في سوريا، أعطيك رأيي نهائي، لا أعتقد أنه ما يحدث في سوريا اليوم هو مستهدف به النظام السوري. هل ليس النظام السوري هو المستهدف؟ النظام السوري معك، أنا متفق النظام السوري، النظام السوري اللي قتل 13 في سجن صيدنايا، هل هو نظام مجرم؟ يهودي يكون لكل الأنظمة العربية مجرم. لا هو 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 نظام مجرم. هو معنى إذا يبرم شعبه طبعا مجرم. تفضل زياد، كلمة حرة لك. شوف أنا الرأي اللي الموضوع ما يلزمش نضرر له في التفصيلات نتاعه اللي تؤدي للمتاهات، وإنما يلزم نضرر له في الأبعاد نتاعه الكلية والاستراتيجية. ثم مشروع يستهدف إعادة تقسيم المنطقة وأعلن فيه بشكل جار، لكن للأسف نحن ثم محطة تامة ما نلوجو ديما على أما أخطر تقسيم المنطقة ولا قتل الإنسان؟ أنا جاي ما أما أخطر مو مساج زيادني معك، هذا مش هذا خطير. هنكمل لك وجبت فكرة جديدة لي في البلاتو أنت زيادة. ثم مخطط لإعادة الخرائط تقسيم المنطقة وإعادة الخرائط نتاعها والثروات وحشدها بالثروات نتاعنا. روسيا وقت اللي دخلت في سوريا ليس لا لأعين النظام ولا لأعين الشعب السوري ولا فهمتني غيره. شكون دخلها؟ روسيا وقت اللي دخلت لسببين. شكون دخلها؟ شكون دخلها؟ روسيا وقت اللي دخلت لسببين، انا باش نبين لك. السبب الاول هو فهمتني اقتصادي. انبوب نتاع غاز كان باش يخرج فهمتني من قطر ويتعدى فني على السعوديه، وكان مطلوب باش يتعمل له فهمتني كيان عازل ما بين سوريا وما بين فهمتني العراق ومتجانس باش يتعدى فهمتني تركيا ومن تركيا يتعدى اوروبا. هذا يفني كان باش يكسر الخط الانابيب الاستراتيجي نتاع الغاز اللي يمشي فهمتني من سوريا لاوروبا فهمتني عن طريق فهمتني اوكرانيا. دونك ورقه الضغط الاساسيه اللي موسكو كانت تضغط بها على اوروبا كانوا فهمتني باش يكسروها باش ينحيوها مصلحه استراتيجيه. نعم. ثانيا نعم. وقت تشوف الخريطه تحطها فهمتني قدامك. نعم. تلقى فهمتني سوريا والحدود فهمتني نتاع داعش، اش تلقى شي يفصلها فهمتني على القوقاز، علما ما تنساوش البيعه القوقازيه فهمتني لداعش. القوقاز اللي هي جمهوريه من جمهوريات نتاع الاتحاد فهمتني الروسي، يفصلها فهمتني حزام ضيق جبلي من اذربيجان فهمتني وارمينيا. نعم. فروسيا لما تتدخل لمنع قيام هذه فهمتني الدوله فهي تدافع عن امنها القومي ومصالحها الاستراتيجيه. امريكا فهمتني اليوم نحب نذكر فهمتني بحاجه. نهار الثلاثاء وزير الخارجيه فهمتني الامريكي ماشي لموسكو. وثم ترتيبات يوم 20 اللقاء ما بين بوتين وما بين ترامب. ثم التوى إعداد لأول زيارة باش يقوم بها ترامب للصين، ونحب نذكر اللي الرئيس الصيني رفض وقت اللي ترامب هز باش يكلمه، رفض أنه فهمتني باش يجاوب بالتليفون احتجاجنا على الموقف اللي عنه من من حكاية تايوان. علاش نقول هالكلام هذايا؟ ترامب توا باش يخرج للعالم، وضروري أنه يخرج للعالم لروسيا فهمتني وللصين بشخصية القائد القوي الذي يتخذ القرارات ومهمه في حتى حد. لما الأمم المتحدة ما عطانيش هاني أنا باش نمشي نضرب فهمتني وحدي. يعني لازم كل واحد نشوف اعتباراته عنده هو، ولكن نحن رانا كنا محطوطين فهمتني للذبيحة. إيش يبقى؟ النقطة الأخيرة اللي أشار لها في سيف فهمتني قبيله. أنا قبل سيف بعد أذنك. أنا رأني قلت لك أما أهم تقسيم المنطقة ولا قتل 13 ألف سوري في السجن، أما أهم حسب رأيك أنت؟ تو انت تو 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 هذا معناها معناها ما قدامنا انا نقول لك نحن قدامنا قائمه تاع 13 ألف سوري ماتوا في السجن. هل ان الموضوع هذا يا 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 مقداد؟ نعم. يا مقداد يا مقداد انا نقول لك مساله منطقه قاعده فني تقسم وتفتت، واليوم دوله كرديه باش يتم عليها وباش يقع فهمتي مش باش يقعد بشار مش يقعد بشار يزيد يذبح مش يقعد بشار ونمشيو لوسان باش تقعد باش تقعد تو دوله كرديه تو باش يقع استفتاء في الربيع باش يقع استفتاء في كردستان العراق على الاستقلال. واليوم تركيا فهمتي حاسه اللي هما ثم اعتراف كردي في الخاصره نتاعها فهمتي باش تعمل. نعم. الخارطه قاعده تتبدل باش تتفتت باش تبقى اسرائيل هي اكبر وقبه فهمتي قاعده. هذا هذه مساله فهمتي مرتبطه بمسار نتاع شعوب فهمتي وبتاريخ. واضح. اش يبقى؟ نقول لك انا بالنسبه لي فهمتي كصحافي راهو واجب المهني يملي علي فهمتي ان اكون حيث ما يوجد الحدث، وانا كي نمشي للبقعه مش معناها مساند للنظام فهمتي نتاعها، مساند الامور فهمتي واضحه. انا مشيت لسوريا، مشيت لليرموك، انا اللي مشيت للموصل، نعلمك اللي انا اللي مشيت لطنبكتو المالي
وين ثم التنظيم في المرابطون في النيو كذا راني مشيت لتشاد مشيت لنجامينا باش نتبع فنتي في بحيرة تشاد في هذه بالذات مشيت مساند في النظام وتفك في العزلة نتاع النظام وقاعد انت في مش سلسة مش معقول يا سيف مش معقول انت كي انت كي تكلمت انا قطعتك تفضل مش مشكلة ما تقولش نجامينا وكوبا اولا مش كيف كيف انا دوري فهمت يا حاضر انا دوري خليك معي انا دوري فهمتني كصحفي هو ان يكون وين ما ثم فهمتني الحدث لاني نشوفه فيني بعين وثم تفاصيل تهمني ما تعطيليش وكالة الانباء وتعرفني وين الامور فهمتني ماشي واحد النتائج اللي نتوصل لها نعلمك راني نعلم بها فهمتني رسميا الدولة فهمتني التونسية ليش لاني انا اعتبر فني جندي في خدمه مصالح بلادي ونحب صاحب القرار بلادي ايا كان الحاكم لا يعنيني مادام هو فهمتي يحكم هو يمثل بلاده نعطيه المعطيات هذيك نعطيه المعطيات وهو حر في الاخذ بها فهمتي من غيره النقطه الاخيره فيما يتعلق بالشبان 43 اللي هم حسب مبلغني ولاو 53 طوى انا من اكثر الناس اللي تبناوا الملف نتاعهم ولا ازال وتابع هذا الموضوع مع العائلات مع أبو جمع في العيار في بالذات اللي هو في بو احد الشباب فهمتي هذوما وهذوما الشباب راهم الدولة التونسية رافضة أن تتحمل المسؤولية في امتي متاحهم بجبن هنقول لك فهمتني بجبن لأنهم الناس هذوما راهو السلطة السورية أطغت في صراحهم وهم طوعوا على ذمة الصليب الأحمر في امتي الدولة والحكومة التونسية رافضة لحد الآن أنا تتحرك مش تروح البلولاد هذوما العائلات واضح يعطيك الصحة زياد خلاص كملها تفضل سيف عدي دقائق ما غير ما تزربني أول حاجة قبل قلنا يا سيف عدي لقتم فيها مسكت ما تكلمش تفضل اول حاجه في علاقه بالموضوع النظام السوري هذا طبعا موقف النخبه في تونس للاسف يصنع فيه الاعلام والاعلام في تونس يصنع فيه رجال المال واضح معناها الموقف التعيس جدا اللي ساند في مستبد بلاد عامله ثوره والمفروض انه يخرجوا منها منظرين للحريه والتحرر وقيمه الانتخابات وقيمة التداول السلمي على السلطة وقيمة حقوق الإنسان وقيمة أنك ما تذبحش شعبك في الشبق أنت لا يتقوم النخبة اللي نهار كامل متصدرة للمنابر واللي مفتوحت لهم المنابر تقريبا اليوم هما بنسبة 90% وأكثر هما اللي يمشيوا جحافل جحافل باش يساندوا المستبد هذايا علاش هذوما هذوما راهو 90% منهم خرجوا مساندة للثورة السورية كي بدأت في 2011 الدكتور المرزوقي اللي نعتبره يعني خلينا صراحة خلينا ايش تعتبره انت خلينا من قرار بتاع شعب عامل ثورة لا نتعامل مع المجرمة هذه قلبوا الفيستا 180 درجة وليه هزين تصاور بشار هم أنفسهم من أجل ومن بعد جزء منهم مشيوا لدمشق معناها خاطروا بحياتهم باش يعبروا على مساندتهم للمجرم هذا ما مشاوش في لا في مهمه صحفيه ولا مهمه انسانيه ما يحكيوهاش نحن يحكيوها الناس الاخرى وبالتالي اثنين واخيرا الناس هذوما عمرهم ما تكلموا على حصار مظايا اللي عملوا حزب نصر الله اللي حاس الناس ماتت ما يتجرؤوش باش يقولوا كلمه حق وما تكلموش على المجلس اللي عملوها الايرانيين وما تكلموش على الغزو الروسي والطائرات الروسيه اللي تقصف كل يوم وما تكلموش على براميل متفجره كل يوم مده 6 سنين ما يتكلموش علاش لانهم مكلفين من عرفاتهم بمهمه التسويق انه الثوره شر كله وانه الديمقراطيه خايبه والانتخابات خايبه نزيدك حاجه اخرى اخيرا الله يخليك اخيرا الناس اللي شنت حرب على طرد السفير السوري يا وانا 3 سنين والحكومه تبدلت وما رجعش السفير لانه وصلت الفكره الله يخليك نختم 3 سنين رغم ان نداء تونس كان وعده الانتخابي القاطع في 2014 ان يعيد العلاقات ويعيد السفير نختم جمله فقط انتهى احنا مع سوريا ومع الشعب السوري وضد كل الغزاة وكل المخابرات وانتم مع شخص واحد شكرا ولو يدخلوا معه وزيت كل العالم شكرا لك يا سيف الدين مخلوف المحامي شكرا لك سي محمد البصير اسف الزملاء مربوطين بعد قليل ببرنامج الله يخليك سامحني تفضل 5 ثواني انا لا اعتقد ان كل العصابات المسلحه اليوم موجوده في سوريا هي من اجل مصلحه الشعب السوري ولا انها لاسقاط نظام بشار الاسد وانما هم موجودين لتقسيم سوريا على معناها طائفيا ومناطقيا واثنيا شكرا لك سي محمد بصير سي محمد بصير شكرا جزيلا لك بورقيبه زعيم وطني خالد وقتل تونسيين حب من احب شكرا لكم شكرا 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 لكل الضيوف شكرا لكل الضيوف البلاتو هذا مش ممكن نعملوه في دمشق
لو نعملوا ربع ربع في دمشق نتعذبوا كل الليلة. زياد الهاني الأعدام وسيف الدين مخلوف في الأعدام والبصير الأعدام ومقداد المجري أول الأعدام. تصبحون بألف خير بعد قليل. برنامج ضد الطيار في أمان الله.